تالية نهاية x مربع زائد واحد تحت الجذر ناقص x مربع ناقص واحد تحت الجذر لما x تؤول إلى زائد مربعين. التلميذ ماذا يفعل؟ أولا يقوم بحساب هذه النهاية. يمكن أن تكون هذه النهاية ماهيش حالة عدم تعيين، لذلك لا يمكن لشروحات أخرى، ويمكن أن تكون حالة عدم تعيين، لكن لابد عليه أن يقوم بالحساب أولا. إن وجد حالة عدم تعيين فيزيلها بالطرق التي يعلمها، وإن كانت ليست حالة عدم تعيين فيجيب مباشرة. إذا لاحظ معنا x مربع زائد واحد تحت الجذر لما x يؤول زائد من النهاية، هذا المقدار كم يؤول؟ يؤول إلى زائد من النهاية. x مربع ناقص واحد تحت زائد من النهاية أيضا كم يؤول هذا المقدار؟ يؤول إلى زائد من النهاية. والإشارة الناقص التي بينهما زائد من النهاية ناقص من النهاية هي هنا حالة عدم التعيين. الآن يمكن للتلميذ أنه يزيل حالة عدم التعيين بالطرق التي درسها من قبل، واضح؟ لا يكتب حالة عدم التعيين دون الحساب، ولا يبدأ في إزالة حالة عدم التعيين دون أن تكون الحالة هي حالة عدم التعيين. أود أن أشرح فقط شرح إضافي فقط، يعني يمكن التلميذ أن يكتب هكذا فقط، لكن يمكن أن يشرح شرح إضافي حتى يعني يمكن التلميذ فهم معنى الدالة المركبة، يعني كيف نقوم بحساب دالة المركبة. لاحظ معنا شرح إضافي. نهاية x مربع زائد واحد لما x تؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي نهاية الحد الأعلى درجة لما x تؤول إلى زائد ما لا نهاية وتساوي زائد ما لا نهاية، ونهاية جذر x لما x تؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية. من هذا ماذا نستنتج؟ نستنتج أن نهاية x مربع زائد واحد لما x تؤول إلى زائد من النهاية تساوي زائد من النهاية، هي هذا. واضح؟ نفس الشيء بالنسبة لها x مربع ناقص واحد تؤول إلى الحد الأعلى درجة لما x يؤول زائد من النهاية زائد من النهاية، ولدينا جذر x لما x يؤول زائد من النهاية تساوي زائد من النهاية، ومن هنا نهاية x مربع زائد واحد ناقص واحد تؤول أيضا إلى زائد من النهاية. الآن هذه زائد من النهاية وهذه زائد من النهاية بينهم إشارة الناقص، زائد من ناقص ناقص تعطينا زائد من النهاية ناقص من النهاية حالة عدم التعيين، واضح؟ يعني هذا كشرح فقط، هذا شرح. الآن نقوم بإزالة حالة عدم التعيين. إزالة حالة عدم التعيين. يعني من الأحسن أن التلميذ يقوم بتوقيف هذا الجهاز الفيديو ويباشر بالحل، يعني يحل الروحو ثم يقارن الحلين، أحسن لا ينظر الحل فقط، يعني لازم التلميذ أنه يوقف الفيديو ثم يحاول هو في هذه النهاية ثم يقارن النتيجتين الآخر. إزالة حالة عدم التعيين، لدينا جذر، يعني يمكن أننا نستعمل المرافق، يمكن أننا نستعمل المرافق، نجرب المرافق، استعمال المرافق، لدينا نهاية جذر x مربع زائد واحد ناقص جذر x مربع ناقص واحد لما x تؤول إلى زائد من النهاية، يعني هذا نضرب هنا في المرافق، أين هو المرافق؟ المرافق نعكس هذه الإشارة، تصبح الآن نعكس هذه الإشارة x مربع زائد واحد، هذه الإشارة تصبح كم؟ تصبح زائد x مربع ناقص واحد تبقى على حالها ونقسمه طبعا على هذا المقدار x مربع زائد واحد زائد x مربع. مرافق لدينا a ناقص b في a زائد b، نذكر بها دائما هذه المعلومة، a ناقص b في a زائد b تساوي a مربع ناقص b مربع. إذا ماذا تساوي هذه النهاية؟ تساوي نهاية المقام يبقى على حاله طبعا x مربع زائد واحد
زائد اكس مربع ناقص 1. البسط قلنا هذه كلها مربع، اكس مربع زائد 1 مربع ناقص الثاني مربع، اكس مربع ناقص 1 مربع، لما الاكس يعود الى زائد ما تساوي اكس مربع زائد 1 بالتربيع تساوي نهاية، لما اكس يؤول الى زائد ما لا نهاية اكس مربع زائد 1، اكس مربع ناقص 1 تحت الجذر مربع، يروح الجذر تعطينا ناقص اكس مربع حذاري زائد 1 هنا، لماذا؟ لأنه الناقص بالناقص انبعث لزائد 1 على اكس مربع زائد 1 زائد اكس مربع ناقص 1 تحت الجذر طبعا. اكس مربع ناقص اكس مربع روح تبقى عندنا كم؟ تساوي نهاية لما الاكس يؤول زائد ما النهاية في البسط يبقى 2، وفي المقام تبقى اكس مربع زائد 1 زائد اكس مربع ناقص 1. هذه عند زائد ما النهاية زائد ما النهاية، وهذه زائد ما النهاية زائد ما النهاية زائد ما النهاية تعطينا زائد ما النهاية، وهنا 2 2 على زائد ما النهاية تؤول إلى الصفر. إذا هذه النهايات تساوي الصفر، يمكن أن نقول لأن ذكروا دائما بالعلاقة L على ما لا نهاية حيث L عدد حقيقي تؤول إلى الصفر، إذا هذه النهايات تساوي الصفر. هناك طريقة أخرى قد تخطر على بال التلميذ، يعني يمكن التلميذ يقول لك أستاذ ندير تعامل مشترك، يعني ذكر العلاقة A x مربع زائد b x زائد c، يقول بأنها تساوي القيمة المطلقة لـ x A زائد b على x زائد c على x مربع، يعني فتح هذه العلاقة، جربوا هذه العلاقة ونشوفوا هل تعطيها نتيجة أم لا تعطيها نتيجة. لاحظ معي هذه النهاية تساوي نهاية، خرجوا هنا x تعطينا القيمة المطلقة لـ x في 1 زائد 1 على x مربع ناقص هنا ايضا القيمه المطلقه ل x في جذر 1 ناقص 1 على x مربع، لما x تؤول الى زائد ما النهايه، عندما يكون x موجب القيمه المطلقه ل x تساوي x تساوي نهايه x 1 زائد 1 على x مربع، القيمة المطلقة لـ x منها تساوي x لما x يساوي زائد ما النهاية ناقص x 1 ناقص 1 على x مربع، لما x تؤول إلى زائد ما النهاية، نخرج بأن x عامل مشترك تساوي نهاية x 1 زائد 1 على x مربع تحت الجذر ناقص 1 ناقص 1 على x مربع تحت الجذر، لما x تؤول إلى زائد ما النهاية تساوي نهاية، لما x تؤول إلى زائد ما النهاية x. الآن لاحظ معي هذه مركبة، دالة مركبة من دالة 1 ناقص 1 على x مربع وجذر، وأيضا هذه دالة مركبة. عدد ما النهاية كم يساوي؟ يساوي 0، عندي لهم مباشرة عدد ما النهاية 0، 1 ناقص 0 1 تعطينا هنا جذر 1. جذر واحد هو واحد، وهذه تعطينا واحد، واحد ناقص واحد كم تعطينا؟ تساوي صفر. صفر في المرة النهاية حالة عدم التساوي. فوق إذا نقوم الآن بإزالة هذا، الآن نقوم بإزالة باستعمال المرافقة، يعني الضرب وقسمة في مرافق هذا العدد، لدينا المرافق هو 1 زائد 1 على x مربع تحت الجذر، هذه الإشارة ناقص تصبح زائد 1 ناقص 1 على x مربع تحت الجذر، ونقسمه على 1 زائد 1 على x مربع زائد 1 ناقص 1 على x مربع، لما x يعود إلى المثل. الآن عندنا أ ناقص ب في أ زائد ب تعطينا أ مربع ناقص ب مربع، يعني تساوي
نهاية لما x يؤول إلى زائد هذا النهاية. تعطينا هذه 1 زائد x مربع، زائد 1 1 على x مربع، وهذه تعطينا ناقص 1، ثم ناقص ناقص تعطينا زائد 1 على x مربع، والمقام يقع على هذه 1 زائد 1 على x مربع، زائد 1 ناقص 1 على x مربع. عندنا 1 ناقص 1 تساوي 0، تساوي هذه النهاية، نهاية 2 أو عفوا هنا مضروبة في x، عطينا x في 2 على x مربع على المقام نفسه 1 زائد 1 على x مربع زائد 1 ناقص 1 على x مربع، لما x يؤول إلى زائد من x في 2 على x مربع تعطينا 2 على x فقط هكذا، ثم 2 على x تصبح x هنا في المقام تساوي نهاية، لما x يؤول إلى زائد من النهاية 2 على x، 2 على x في 1 زائد 1 على x مربع زائد 1 ناقص 1 على x مربع. هذه يمكن تسميها ما يفهمهاش، عندنا a على b على c تكتب a على b في c. الآن لدينا هذه النهاية لما تؤول إلى الواحد طبعا، لأنه واحد على ما لا نهاية صفر، وأجد الواحد هو واحد، هذه النهاية أيضا تؤول إلى الواحد، هذا القوس كله يؤول، واحد زائد واحد تعطينا اثنين، اثنين في x يعني تساوي نهاية لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية، اثنين على اثنين x تختزل اثنين مع اثنين تساوي نهاية واحد على x لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية وتساوي صفر. لاحظ أن هذه الطريقة طويلة نوعا ما، لماذا؟ لأن استعملنا العامل المشترك الأول، ثم وجدنا حالة عدم تعيير، ثم استعملنا المرافق لإزالة حالة عدم تعيير، فلاحظ أن هذه الطويلة أو هذه الطريقة أخذت منا يعني وقت طويل جدا، لذلك ننصح باستعمال الطريقة الأولى وهي استعمال المرافق من الوهلة الأولى، يعني من النهاية الأولى نستخدم المرافق، لماذا؟ لأن استخدمنا العامل المشترك ثم استخدمنا المرافق، وفي الطريقة الأولى استخدمنا المرافق مباشرة، لذلك أنصح التلميذ باستعمال الطريقة الأسرع والأحسن ويعني التي لا تأخذ منه وقت طويل، لذلك هذه الطريقة لا أنصح بها وأنصح بالطريقة الأولى اللي هي طريقة المرافق.